ابني كان في المحل ومراته، دخلوا 3 ملثمين ماسكين آلي ودخلوا على قلب ابني على طول رصاصات. كانت 8:30 بالليل والبنك العقاري قدامي على طول قدام المحل وفي امن، ما ضربش نار، ما عملش حاجه، ما عملش، خايفين من الآلي، ماسكين آلي، الناس هتعمل ايه قدام الآلي؟ مسيحي ضاربينه بطلقه هنا، طلقه واقفه هنا ما طلعتش من ايديه، ميت وهو مدفون بيها بالطلقه هنا، ضاربينه هنا اهو. منزلين منشورات ومنزلين لسته باسم المسيحيين كلهم، اللي بيموت بيشطبوا عليه، دورك انت بعد كده. كل الناس بتحبه، المسلمين بيحبوه اكتر من المسيحيين، يعني الناس المسلمين عيطوا عليه، الناس المسلمين جم عزوني في البيت بقى يعيطوا على وائل. كبروت حاجه صعبه قوي، ده بيصفوه يعني مش طلقه في قلبه طلعت من داره خلاص، لا تاني وتالت كده، انتقام انتقام ما يتوصفوش دول، مفيش قلب، مفيش مشاعر، مفيش احساس، مفيش اي حاجه خالص، ما عندهمش اي حاجه خالص، انسان متوحشين متوحشين، اه مش بني ادمين دول، ما يعتبروش بني ادمين.